بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الدولي بصالح وهو بيفتكر ماضيه سواء مع أخته أو حبيبته القديمة، قبل ما يتفاجئ وهو سايق عربيته بقطاع طرق خاطفين أسرة أردنية عشان يسرقوه، وطبعاً اضطر صالح إنه يتدخل ويطلع مسدسه عشان ينقذهم. وبعد كده راح صالح لأخوه علي في الشركة اللي كان شغال فيها في الأردن، ولكنه اتفاجئ بمقابلة سيئة جداً، خاصة إن أخوه دايماً كان رافض نصايحه وإنه دخل المصحة قبل كده بسبب الإدمان. أما نوسة فخناقاتها لسه زي ما هي مع جوز أختها فضلت مستمرة لحد دلوقتي. ومن ناحية تانية اتفاجئت كمان بأن أخوها الصغير ماهر نصب على تاجر في 20,000 جنيه، ولما راحت لأخوها عشان يرجع الفلوس ما لقيتش معاه غير 15,000 بس، وكمان كان رده عليها سيء جدا. وبنلاقي من ناحية تانية عمار بيحاول يشتغل في تهريب البضائع المشبوهة، ولكن المرة دي كان لحسابه الخاص بعيدا عن عين رئيسه جبر واللي بيجسد دوره الفنان حمد الوزير. وكمان بتكشف لينا أحداث الحلقة عن علاقته العاطفية بفتاة أردنية اسمها صابرين، واللي بتعاني من رفض أهلها للعلاقة دي بسبب الفرق المادي ما بينهم. وعن هند فبنلاقي جوزها اليهودي سلمان ابتدى يدرس كمان الأسباني. وبنرجع لصالح مرة تانية وبنلاقيه بيختلف مع مديرينه بسبب نقل بنت قاصر مع مجموعة بنات على الحدود، ولكنه طبعا بيوافق بعد ما كانت البنت عندها ظروف خاصة جدا خلت صالح انه يوافق. وبيتفاجئ صالح في اخر الحلقة وهو سايق عربيته بتخبيط في العربية من جانب البنات اللي كانوا معاه طبعا عشان يقف، ولما فتح العربية كانت المفاجأة لما لقى البنت القاصر مغمى عليها.